لقيته فوزية؟ فوزية إيه يا عم بس؟ إلهي ما ترجع. يا يا فتحي، لو فوزية دي ماتت تبقى طاقة القدر واتفتحت لي. آه، على الأقل هقدر أطلب ورثها عشان أربي الواد وأكله وأشربه. آخد أنا بقى الفلوس دي وأظبط بيها حالي. يا سلام، مروان هيقول لك خد يا محروس فلوس فوزية الملايين بتاعتها، ظبط بيها حالك، عمره ما هيحصل. شنايل أنتش فاهمك أنت، لا هيحصل. يا ابني العيلة دي قايم عليها رياح التطهر، فاهم يعني إيه التطهر؟ رياح إيه يا أخويا؟ التطهر، أنتش فاهمك، أنت مجنون يا ابني، رايح تتجوز لي مفيدة؟ ده أحمد ربنا إن مروان ما ضربكش بالنار. إن جيت للحق يا واد محروس، البت تستاهل المخاطرة، تحل من على حبل المشنقة. يا سلام، أيام ده فعلاً حلوة وعودها ملفوف لفة. حكاية يا واد محروس. خلاص بقى بدل ما نلاقي شمس داخلة علينا دلوقتي تطين عيشتك. عمو ليه سيرة الهباب دي؟ المهم أنت إيه رأيك؟ في إيه؟ في اللي بيحصل ده. مروان طلب مني أفضل مع حسن ليل نهار، ما سيبوش. وأنا بصراحة كده شايف لي سكة تانية، خصوصاً بعد ما قعدت مع الراجل اللي اسمه عصام ده. قلت بقى هيظبطني ويعليني وينقلني نقلة تانية. تبقى أهبل يا ابني، مفيدة دي ما تدخلش ذمته بنكلة، وأنت طبعاً صدقته وقال لك ألعب لعبة أشغل بيها بيت عبد الحكيم يوم ولا اتنين لحد ما يدبر أموره ويشوف هيعمل إيه. صدق صح. أنا طول عمري صاحب، بس أنت اللي مش واخد بالك. على فين؟ هروح أشوف فوزية مرمية هنا ولا هنا. في ناس بيقولوا كده شافوها ناحية الترب. إلهي، أروح الترب ألاقيهم بيقروا عليها الفاتحة. البت نادية اتجننت، ما عادتش عارفة الصح من الغلط. موتها سطرة والله، ربنا يسترها إن شاء الله. يا صباح الهنا والرضا، صباح الفل يا جبرية. صباح النور يا أختي. ازيك يا حبيبتي؟ صدقي كنت لسه على بالي. سترك وعفك ورضاك يا رب، يا ترى خير يا اختي؟ بدايلك من قلبي والله. يا حبيبتي، من القلب للقلب رسول. عارفه يا جبريه، انا طول الليل بفكر فيكي وبدعي ربنا، اقول يا رب تفتح بيني وبين جبريه سكه حديد طويله ومليانه حب. يا رب يا اختي يا رب. انت جايبه ايه؟ جايبه لك فطير مشلتت، انما ايه بقى؟ يستاهل بقك. يلا يا حبيبتي مدي ايدك. طب كل انت الاول. جبريه، ايه مالك؟ اهو بسم الله الرحمن الرحيم. خدي يا اختي. انت من مطرح ما اكلت انت. خدي. والله حلو. ايوه، طول عمرك شاطره في الخبز يا بنت. أميل إيديا وحياة عينيا. أصل أنا كمان إيه، طلعته من الفرن سخن مولع كده أهو، والسمنة فوق منه بتزغلل، فكلت لي حتتين، وقلت أما أودي الجبرية أختي حبيبتي برضو حتتين. تعيشي يا أختي. بقول لك إيه، نادية جات لي، قال إيه؟ عاوزانا أروح أجيب لها ورثها من ريم. وماله يا أختي؟ حقك وحقها، هتسيبوا ورثكوا يعني؟ ما يجراش حاجة يا جبرية. بس عيب، مش الأول نعرف مين اللي قتل الراجل؟ نعرف؟ ما احنا عارفين البت الغجرية اللي اسمها سينا. ايه؟ عارفة يا كريمة؟ بيقولوا الله هو أعلم، إن اللي وزع القتل هو والقاتل بعون الله يتعلقوا هما الاتنين على المشنقة جر بعضهم. يا ساتر يا رب. وحي اختي، يعني هيكون مين اللي وزي سينا؟ يعني استغفر الله العظيم، اقول لك حاجه مش عايزه اقولها. بيقولوا كده ان هم كانوا كده يعني مع بعض، سينا ومحرم. اي اهدى، مصاريني بتتقطع وليه؟ انت حطاني في الفطير. مروان الحجم يا مروان، كريمة سبتني يا مروان. إن شاء الله عدمك ما حطيت حاجة. آه والله العظيم ما أنا واكلة وولية زي زيك. آه
ايه اللي جابك هنا؟ وايه اللي مبهدلك كده؟ مين اللي عمل فيك كده؟ اللي انتجم منها ربنا ريم. ريم؟ والله عندها حق. تعرفي لو ما كانتش هي عملت اللي عملته ده كنت عامتك انا بيدي. ودخلت هنا كيف؟ جيت للست كريمه. كريمه فاكراها تحميكي؟ تبقى عبيطة. ولدك فين؟ عرف باللي حصل ولا مكبر دماغه؟ أنا عايزاكي تكفي جنبي يا ست نادية ومعاي ريم عقربة لازم يختفي حسها من على وش الدنيا. أفعى لو طالتنا هتسمنا كلنا وانتي أولنا. لا لا يا زينات، ريم دي حبيبتي ومحبش حد يجيب سيرتها بكلمة. اطلعي بره يا ولية. بقى ده؟ بره جاك موت. اياك تجيبي سيرة أسيادك تاني. بره. يلا. غوري يا ولية. غوري. يعني في الآخر كده أنا في الشارع؟ روحي يا فتحي، الله يخرب بيتك وما توعى أبدا. ست فوزية؟ إيه اللي جابك هنا؟ أنت مين؟ عاوزة مني إيه؟ ست فوزية الهانم. أهلا يا صوفة، اتفضل. مالك؟ في حاجة مضايقاك؟ دي آخرة خدمتي ليك. يا إيه؟ خدمتك ليا؟ أنت هتخدمني أنا ليه؟ بتدوس عليا بجزمتك. لا أنا بجد مش فاهمة، أنت تقصد بتزعلني عشان خاطر سنان؟ يا صوفة بجد بجد اخص عليك. انا طول عمري بقول عليك راجل بتفهم، بتلقطها كده وهي طايره. ايه انت ما خدتش بالك يعني ان زينات غلطت، وغلطت غلطه كبيره قوي كمان؟ تحرمني ان انا اشوف ابن ولا بنت بلبنى بذمتك؟ دي حاجه سهله يا جدع. وايه تاني يا ست الكل؟ اهم حاجه لازم تفهمها ان انت مش بتخدمني خالص، انت بتنفذ الاوامر. عارف ليه؟ عشان انت حبيبي لو ما نفذتش الاوامر اخرك متر في متر، او هسيبك للديابه تتصرف معايا. يعني انت حبيبي بتحمي نفسك، ها؟ فاهم ولا لا؟ تمام فاهم. اوعى بقى اللي حصل مع امك ده يخليك تاخد موقف ولا حاجه. اوعدك صدقني انا مش هسيبها، انا هعوضها عن ده كله. بس انا عملت كده بس عشان ما تكررش الموقف ده تاني، وما تعملش اي حاجه ابدا من ورايا. انت كنت جاي لي ولا اقول لك بعدين؟ بعدين بعدين نبقى نتكلم. يلا يلا. عصام بيه اهلا. والله انا اللي كنت مستنيه تليفونك، عايزه اعرف عملت ايه في اللي اتفقنا عليه. بس انا قلت خلاص بقى، البنت نعيمه كانت بقى لك حلاوه وما بقتش باصص لشغلك خالص. روح قلبي عيب عليكي. برضو أنا حاسة كده بريحة حاجة وحشة مش عاجباني. لا 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 لا، كله إلا كده. أنا عايزة أقطع عرق وأسيح دمه. هتسمع الخبر اللي أنت عايزاه وقريب جدا جدا أما أشوف.